تقولوش ان لا راه غيضرنا الجوع غيضرنا العطش، لا ربي سبحانه وتعالى من عنده كيخفف علينا، رغم انه ولو ما عاد شنو يكون ربي سبحان الله حنين وكريم في العباد ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا احلى واطيب واجمل واروع متتبعين ومتتبعات قناه سحر الطبيعه. يوم جديد وفيديو جديد، واليوم هو اول يوم في رمضان، وبهذه المناسبه حبيت انني نبارك لكم رمضان كاملين ونقول لكم الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه والهنا وراحه البال وبكل ما تمنيتوا يا ربي. اليوم ان شاء الله سبحان الله ملي كيجي رمضان انا بعدا غنهضر على راسي، واحد الفرحه كنحسوا بها في قلوبنا ما عندها واحد الطعم خاص سبحان الله، كتحسي بواحد الطقوس مبدله على الايام العاديه من غير رمضان. هنا اول حاجه بديتها معكم، وبعد قبل ما نبدا معكم ما تنساوش تكون بنتكم اللايكاتكم بحق هاد العواشر يا ربي. شكرا لكم لاي وحده دارت لي اللايك والبارطاج، كنشكرها من اعماق قلبي. اول حاجه بديتها هي العجينه. غادي نقول لكم واحد الحاجه، اليوم الى بقيت حتى تسنيت بانني ندوز النهار كامل ونشارك معكم الطبله ديال الفطور حتى لساعه المغرب باش تشوفوها، ما غاديش نلحق ننزل معكم الفيديو اليوم. لهذا من غدا ان شاء الله غادي نبقى ننزل معكم فيديوهات ديال الافطار. اليوم طليت عليكم اولا باش نقول لكم مبروك رمضان ديال باش نقول لكم مبروك عواشركم، وباش ندارك لكم اول يوم في رمضان. ثاني حاجه بغيت انني نقول لكم غير شنو كندير، يعني شنو كندير انا كتحضيرات، يعني بحال دابا البروغرام ديالي ملي كنفيق الصباح غنوريكم كلشي يا البنات. غير قبلوا عليا وعدتكم بانني غادي نشارك معكم رمضان باليوميات ديالو، الا قدرني الله وطول ربي في العمر غادي نوفي بالوعد ديالي. الله يعمل البنات ما ندير غير البيض ومطيشه غادي نشاركوا معكم، المهم هو انكم تقبلوا عليا وتقبلوا على الفيديوهات ديالي. هذا ما كان البنات انا باش مقسم الله يقلي ليا كثير غادي نشاركوا معكم الخير في ديوركم تبارك الله والله يقوي الخير. شنو قلت لكم البنات، بغيت غير هكا مع البنات المبتدئات اللي يلاه مثلا اول عام في الزواج اولا ثاني عام باقي كيغلبهم الشهر ديال رمضان باقي ما كيعرفوش يخططوا ليه مزيان، هادشي اللي بغيت نتقاسمو معاكم. بحال دابا انا فقت الصباح بكري، انا رغم رمضان كنفيق بكري، نط الصباح درت البنيتي الفطور مشات لمدراستها دخلها مع الثمانية صافي ما ترجعش نعس. انا جيت كتسمعوا الصفاره كتصفر. انا جيت عجنت عجينه خطفتها، علاش كاين اللي غيقول لي وخليتها العشيه، العشيه كيكون مدروك خصوصا النهار الاول ديال رمضان كيكون كلشي خصك ديريه داك النهار، يعني خصك تكون عندك الخبز وخصك الحريره حيت انا كندير الحريره ديال اليومين، دونك غدا ما غاديش نديرها غادي نكون منفسه اليوم غنديرها. طبقت العجينه في الصباح صافي ها هي قرصتها غنغطيها. واحد النصيحه في رمضان ما كيتكلش الخبز بزاف، وباش ما يضيعش البنات حاولوا ديروا الخبزات ديالكم الا كنتو كتكبروهم في رمضان بقاو تصغروهم ديروا بحال شكل قريصات بحال هكا باش تكل وحده جوج والاخر يبقى ما مقطعش، لان الخبز ملي كيتقطع صافي ما كيبغي ياكلو حتى واحد وما كيليقش حتى في التسخان. الخبزه ملي كتكون مسخنه كبيره ماشي هي مقطع. صافي هنا غطيته وخليته على جنب هنا. صافي هنايا البنات جي درت لا ماشين على الصباح، ها هي صبنت فيها الخاميه الخوامي والطلامط ديال الصاله اللي كنت قلت لكم خملتها البارح، ها هما صبحتهم هنا غنطلع نشرهم صباحا واحد الشميشه يا البنات زانده. هنا هنا دايره الباربا البنات، هنا باش كنقول لكم يعني خص غير تكوني عارفه شنو غديري في الفطور وشنو غديري في السحور. الا كنتي عارفه كيجيك الشغل ساهل، كتعرفي شنو كتصبقي الصباح وكتحيديه عليك. بحال دابا انا الباربا علاش غنخليها حتى العشيه اللي تكون عندي القهوه والبيض والحريره وداكشي واللي البوطاشي كله عامر والبوطه مداحسه، غادي نخطف الباربا نحيدها على تيساع في الصباح ونخليها تبرد على خاطرها، ديك الساعه نقردها في السحور على خاطري. هنا كاين الدجاج، هنا خديت واحد شويه ديال صدر ديال الدجاج واحد المورسو كان عندي، غادي نشدو غادي نخليه ديكونجلا غنقطعو مربعات وندير ليه شرموله على تيساع. ها هنا دابا فين كنقول لبنيتات يعرفوا كيفاش شنو يسبقوا شنو يوخروا، ديري على تيساع دابا في الصباح غطيه بالسلوفان ديريه في الثلاجه خليه يشرب حتى المغرب. شوفي انت واش بغيتي ديريه في المغرب ولا ديريه في العشاء، انا غادي نديرو ليهم قطبان في المغرب بحال هكذا. صافي هادشي اللي كاين المعنات، ها هي الباربه اللي قلت لكم
قطعتها غادي نديرها غادي رديتها كطيب صافي غادي نجي هنا نغسل المعناس حيت باقي عندي المعناس حيت باقي كنغسل هذا. تشوفوا هذا تقولوا لي واش هذا الشيء غادي للسحور ديال البارح؟ لا البنات هذا الشيء راه حيت هانتوما شوفوا شحال من الطبسيله راه كاع نسحر بهذا الشيء هانتوما بالغبره وداك الشيء. انا باقي كنفك شويه بشويه كنحيد عليا المعناس واللي غسلتها هانتوما كنستفها في بلاصتها. شتوا البنات غسلت الشباكي غسلت كل شيء اللي غسلته كنجي نحطه هنايا. هذا ما كان البنات هنا بغيت نتقاسم مع البنيتات واحد الحاجه يعني كفكره نتقاسمها معكم وصافي. هنا باش نغطي هذا الشيء يعني بغيت ندير واحد داك ليزار ولا شي حاجه مهم اللي تغطى ليا هاد البلاصه ما يبقاش مثلا اللي دخل عندك يشوف لك هذا الشيء. هذا حتى المنظر ديال الكوزينه ما كيكونش زوين بحال هكا. المهم باش لان لا يعقل انني غادي نتقب في الرخام جبت هنايا هاد العلاقات هادو اولا خذوا داك العلاقات المهم اللي كيتباعوا باللصقه لصقوا هنا وحده وغادي نلصق وحده هنايا باش هنا باش تمشي مع هذا وغادي نشدها في نفس الوقت بلاستيك مع هذا وغادي ندير لاستيك هنا وندير الخاميه ديالي هنا باش ما نتقبش عندي في 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 الرخام ديالي بيد ما سهل الله كي قلت لكم وندير البيبان ديال الالومنيوم ولا الخشب ولا المهم اللي وصل ساعته ديك الساعه لها مدبر حكيم. دابا قبلوا على فيديو اليوم البنات نتوما ديالي وانا ديالكم دائما كنقولها لكم اللي بقيت كنتسنى حتى اللي راه ما غاديش نلحق ننزل لكم الفيديو اليوم لهذا بغيت نطلع لكم اليوم وغدا ان شاء الله باش تفكرت واحد الحاجه البنات كيهمني انني نعرف الراي ديالكم وقتاش تحبوا انني في هذا رمضان كتعرفوا بان الوقت كيتقلب ما كيبقاش بحال يعني المشاهده ماشي بحال اللي كتكون في الايام العاديه. كنا حنا العيالات تبارك الله كنعرفوا بان الصباح ديال رمضان كيكون شويه مرخوف اما في العشيه لا كل سيده تبارك الله كتدخل المطبخ ديالها من جوج ولا ثلاثه وهي هكاك حتى المغرب مر المغرب ثاني كاين الصلاه كاين التراويح كاين العباده كاين السحور وهي كتجري هكا حتى المغرب. يهمني نعرف وقتاش بغيتو نبقى ننزل لكم الفيديوهات في رمضان. خليوا لي كلكم رايكم في التعاليق وانا التوقيت اللي شفتو خدا اغلبيه ديال الاصوات غادي ندير به ان شاء الله. انا كيهمني غير راحتكم يهمني انني وقتاش تكونوا نتوما مساليين ومرتاحين وما نشدش من وقتكم ويعني نلهيكم على شغالكم. هادشي اللي كاين البنات وكي نرجعوا نقول يا ربي تقبلوا على الفيديو ديال اليوم حبيت نطلع لكم كيف ما كيقولوا لي خوتي والاميمات الطيبات غطلع علينا مجرد غير نسمعوا غير صوتك غير خرجي غير الجرده جلسي وبقاي دوي معنا وما تغبريش علينا. ايوا هادشي اللي كندير ملي كتعطيوني الفوفيغ كنتصر. ايوا هادشي اللي كاين البنات رجعوا نقول الله يعاونكم يا ربي على شغالكم ويعاونكم على رمضان في العباده وفي الشقاء وفي كل شيء. يا ربي تعطينا العوين من عندك يا ربي لينا حنا السيدات كاملين باش نكونوا قادات وتبارك الله واقفات والحمد لله. انا دابا من هنا قدام غنبقى نعطيكم غير الطاقه الايجابيه فين ما نوض الصباح نقول لكم هانتوما البنات شوفوا فيقوا بكري انا نفخت بكري كلشي كيدوز والله ما تقولوش البنات لا راه غيضرنا الجوع غيضرنا العطش لا ربي سبحانه وتعالى من عنده كيخفف علينا رغم انه ولو ما عاد شنو يكون ربي سبحان الله حنين وكريم في العباد ديالو. شكرا لكم بزاف شكرا لكم ما عندها حد الله يحرمني منكم الله يخليكم ليا يا رب. هنا الفيديو ديالنا غادي سالي وكنتمنى الا كنت فعلا عزيزه عليكم وغاليه كما كتقولوا ليا ما تحرمونيش من لايكاتكم الله يعطيكم الستر البنات. هاد اللايك راه هي اللي كتخليني كنتشجع ملي كنوض الصباح وكنلقى ان كاين تجاوب وكنلقى ان البنيتات والخواتاتي والميمات كلهم يعني كيتواصلوا معايا وكلهم عاجبهم الفيديو كاين لايك راه كنفرح اكيد كنفرح وكنوض نزيد نعطي ولو يكون ما فيا اللي نوض كنوض بلا هوايه. هادشي اللي كاين يا ربي ولا لي حشمنا وشكرا لكم مره اخرى ومع الف الف سلامه.